بالنسبه للكيكه اللي بغات السيده مسوسه غادي نعطيها لك ما شاء الله. واخا بالنسبه للكيكه مسوسه عندنا 4 ديال البيضات، عندنا جوج كيسان ونص ديال الفورص من النوع اللي تيكون مزيان، الفورص يبقى من جوج كيسان ونص حتى لثلاثة على حسب الحجم ديال البيض. إيه كان البيض كبير تدير ثلاثة الكيسان، كان البيض صغير تدير جوج كيسان ونص، وهي رعينها ميزانها في كيفاش تخلط. عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبة، عندنا كاس الليمون ديال العنبة اللي عبرنا به الزيت، عندنا كريسة ديال الملحة، عندنا فاني، عندنا صافي هادشي اللي كاين. وعندنا الخمارات 4، دابا الخماره الكيكه العاديه تنديرو جوج ثلاثه هادي حيت السكر تاهو تيساعد في الكيكه باش تطلع فعلا. نديرو 4 ديال الخمارات، تنعزلو الصفر بوحدو والبياض بوحدو، الصفر تنخلطوه مزيان في الخلاط مع قرصه ديال الملحه ومع فاني ومع الكا، ندهنوه نطلعوه مزيان، نزيدو عليه كاس الحليب ونزيدو الكاس ديال الليمون، وحنا تنخلطو مزيان حتى تيولي عندنا كريم. تنشدوه هي لا الاختيار، الا بغات تزيد زبيب او تزيد قرفه او لوز، وداك الشيء حلاوه طبيعيه التمر ولا على حسب شنو؟ على حسب اللي الاحسن التمر الا كان داك الرطب. اييه داك اللي يكون ما تيكونش حلو بزاف. اخيرا غادي تنخلطو هادشي مزيان، تنمشيو لداك البياض البيض تنبقاو نطلعو فيه حتى تيرجع لنا قلبي تشوفينا فاش طلعتيه وما يطيحش. تيولي بحال الثلج. اييه تنضيفو دوك ثلاثه كيسان ونص على الخليط اللي خلطنا، تنبقاو نطلعو ديك الساعة صافي تنحيدو البطة تنطلعو غير بديال العود، تطلع مزيان وتخلط لينا مزيان ما تيبقاش، والطحين يكونو مغربلينو، ونزيدو نضيفو دوك 4 الخمارات حتى هما مغربلين مع الطحين، تنخلطو مزيان تالاخر عاد غادي نديرو داك البيض ديال البيض، تنسيرو تدريجيا بشوية بشوية، وحنا تندخلو من الفوق لتحت باش تيدخل ليه الهواء تيكون خاوي. ماشي تنخويو تنبداو نحركو بالزربة تيتهرس لينا. إييه. تنمشيو غير تدريجيا بشوية بشوية. صافي حتى اللخر نبغيو نديرو تندهنو المول ليها الاختيار على حساب المول اللي عندها، دهنو بالطحين أولا كان داك الصابلي. إييه. طحون تنديرو الزبدة وترشوه بداك الصابلي، حيت داك الصابلي الأغلى ما تيكونش حلو بزاف. تندهنو بداك الصابلي وتنخويو داك الخليط النص ديالو، إذا كانت غدير اللوز غدير الكركاع كله ولا غادا دير تديرو فواحد الطبيصل وتتغربل عليه الفورص، اما الفورص اما النشا، من الافضل النشا. اييه تنديرو النشا وتنرشو كامل من الوسط، عاد تنخويو الخليط ديالنا ما تبقى من الفوق. اييه واخا صافي، وراه هي تقدر دير اللوز، رقاق اللوز ديال الكاوكاو اللي بغات من الفوق تترشو، وراه هي الفران تيكون بارد في الاول، تندخلوها الفران عاد تنشعلو الفران. صافي الفران ما تيكونش مجهود، تيكون منقوش شويه وتنخليه متوسطه وما تبان ليها راهي طلعات، راه تنقلبو دائما بخطيب او شي حاجه تتهبط لتحت باش تتحمر، وتخليها في واحد شويه في المول عاد تقلبها وراهي تجي زوينه. الله يعطيك الصحه لاله مليكه، نشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا وما تغبريش علينا، وتنعتذر اللي ما لا ما كان حتى مشكل هذا كيوقع. الله يخليك، الله يخليك، صباحكم مبروك، الله يبارك.